يسعدني ويشرفني الإعلان عن مسابقة دولية للتصوير الفلكي النسخة الثالثة تحت إشراف مركز تعليمي فلك بمصر، والذي يستضيفه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بحلوان. هنتناول في الجزء النهاردة إيه الكونديشنز أو الشروط اللي لازم توفرها علشان أقدر أشترك في المسابقة. الهدف الأصلي من المسابقة هي إيه؟ هي وسيلة الصور في الطبيعة، هي أحسن وسيلة ممكن تعبر لنا عن أي معلومة موجودة معانا، خاصة في علم الفلك. طيب إيه اللي ممكن أو مين اللي ممكن يشترك فيها؟ ممكن يكون واحد متخصص، وممكن يكون هاوي، وممكن يكون طالب، وممكن يكون مدرس، وممكن يكون شخص عادي خالص ملهوش أي دعوة بموضوع الفلك. وفي الحالة دي أي حد بالطريقة دي يبقى ممكن يشترك فيها. كل عشاق الفلك، هواة الفلك، متخصصين مبتدئين في هذا المجال ممكن أو ليهم الحق إن هم يشتركوا. إيه هي بقى الشروط الأساسية اللي لازم تبقى متوفرة علشان تطلع لي مقطع أو صورة مقبولة؟ أول حاجة، مفيش قيود على الزمن اللي اتخذت فيه الصورة. الصورة ممكن تكون اتخذت قبل كده، ولكن ممكن نقدمها في المسابقة المرة دي. في المشاركة دي بتكون الصورة هي عمل الشخص نفسه، وهو اللي صورها بذاته، ومش جايبها من أي حتة، ومش كاتب عليها المرجعية، لأنها لو متجابة من مصدر تاني ومش هو اللي واخدها مش هتخش المسابقة وهتتلغي. ما يكونش في الصورة أي علامات رمزية فيها تشهير أو تجريح أو فعل فاضح أو فاحش. لازم تكون في موافقة خطية لو إحنا هنصور وفي في الصورة دي واحد شخص من الأشخاص العاديين، فلازم اللي بياخد الصورة ياخد إذن من الشخص اللي صور الصورة دي إن صورته تطلع في المسابقة. ممكن مش واحد لوحده ياخد الصورة، ولكن ممكن تكون مجموعة واخدة الصورة، ولكن يفوض واحد منهم هو اللي يقوم بتقديم الصورة والتواصل مع السنتر بتاع الأستروغرافي اللي احنا هنقول اللينك بتاعته أو الوصلة بتاعته في الخطوة اللي جاية. طيب، يبقى كده قدرنا نقول أول شوية حاجات مهمة موجودة عندي، تمام؟ طيب، هناخد دلوقتي إيه الحاجات اللي إحنا مطلوب مننا إن إحنا نصورها. الحاجات اللي مطلوب مني إن نصورها أطوار كوكب الزهرة، يعني في بداية الشهر، في نص الشهر، في آخر الشهر، في الشهر الثاني من السنة، إلى مدار السنة كاملة. أو كمان ممكن الجزء الثاني هو صور أقواس للشمس والصور الشمسية، صور الغروب والشروق، من الحاجات على مدار السنة، من الحاجات المهمة جدا والمطلوبة إنها تكون موجودة معانا. صور أي جسم فلكي شكله غريب، ممكن يبقى مذنب، ممكن يبقى أي جسم أنت شفته في السماء وشكله غريب وأنت حاسس إنه ده ممكن يفيد في الناحية التعليمية. ممكن برضو يتقدم مقطع فيديو، مقطع الفيديو ده ما يزيدش الزمن بتاعه عن 30 ثانية لكوكبة الدب الأصغر أو كوكبة الصليب الجنوبي، أي كويكبة على وجه الخصوص الاثنين اللي موجودين قدامنا. ثالث حاجة، بيشوف طبعا في التحكيم المرة اللي فاتت لقينا ناس معالجة البيانات بتاعتها بطريقة غير طبيعية. يعني إيه؟ مستخدمة باوربوينت، ومستخدمة تحسين صور وتغيير مقاطع وتغيير باك جراوند بالشكل ده.
ففي الحالة دي على طول بنستبعد الصورة تماما، لأن فيها احنا عايزين صورة حقيقية متاخدة من الكاميرا بتاعت حضرتك أو حضرتك. استخدام أطوال بؤرية في الصورة، واحد هياخد الصورة قدام ويرجع تاني يعمل زومينج لورا ويرجع تاني يعمل زومينج قدام، دي بتعمل نوع من أنواع الشوشرة على الصورة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ما بتبقاش ممثلة للوضع الطبيعي ليها. في ناس بتاخد الصورة، بعد ما تاخد الصورة تستخدم مثلا الباوربوينت او تستخدم اي برنامج تاني للرسم او الصور، وتبتدي تغير لون الخلفية. الشكل ده بيبقى ملحوظ قوي، وطبعا لجنة التحكيم بيبقى فيها مجموعة متخصصين بيبقوا عارفين كل الطرق اللي بتتعامل بيها هذه الصورة. فأي واحدة بيثبت انها تعامل فيها تصحيح او تعامل فيها تغيير، فبتستبعد نهائيا من اول جولة من غير ما تخش مجالات التحكيم. اي نوع من انواع الذكاءات الاصطناعية في تحسين مواصفات الصورة برضو بتبقى مش من الحاجات المحبذة، وبتخلي الصورة تبقى في موقف ضعيف وممكن ما تخشش معانا في التحكيم. اي علامة مائية موجودة على الصورة تعبر عن شركة، تعبر عن ذات، تعبر عن الشخص نفسه، غير مقبولة، لأن حقوق الطبع والنشر محفوظة بالنسبة للشخص اللي هيقدم الصورة. أي شخص موجود في الـ OAE اللي هي المراكز التعليم الفلك، أو موجود في نودز، أو موجود في ناسز، دول كلهم هما قاربهم ملهمش الحق إنهم يشتركوا في المسابقة، لأن دي المسابقة تحت إشراف الـ OAE اللي هي مطلعة المسابقة. طيب احنا وصلنا لمرحلة اللي نعرف هل كل الأجهزة اللي ممكنة في إيديا تنفع ان انا اعمل تصوير فلكي؟ حقيقة لا. الجهاز نمرة واحد، الجهاز الموبايل العادي او الجهاز اللوح اللي هو التابس او اللابتوب، هي دي اللي هتبقى ليها الأولوية في إن احنا نستخدمها. ممكن نستخدم التلسكوبات لكن مش في تصوير الشمس، ولكن ممكن فقط في تصوير كوكب الزهرة عشان يبان الطور اللي هي موجودة فيه أو الشكل اللي هي، بس طبعا مش عايزين بروفيشنال تلسكوب، يعني مش عايزين تلسكوب متخصص، لا ده يكفي ان احنا يكون تلسكوب صغير بيستخدم على الكاميرا، ممكن العدسة الزوم بتاعت الكاميرا متاح طبعا ليك، لان طبعا لو هتقعد تصور او لحضرتك هتقعدي تصوري فتره طويله مش هتقعدي ماسكه التابلت او الموبايل فور فتره طويله دي، ولكن بيكفي قوي ان انت تحطيها على حامل وده متاح ما فيهوش اي مشكله خالص. نمره ثلاثه في البروسيسنج اللي هي معامله الصور. مش كل الصور او كل الكاميرات بتطلع الصور بالشكل المطلوب اللي هي الجي بي جي او التي اي اف اف او الرو ماتيريال. الناس بتعمل لها معالجه باستخدام اي اكس اي اف، فلازم لما يجي يتقدم بالصوره يتقدم الصورة المتعالجة والصورة الأصلية اللي هي قبل المعالجة. كل الصور إن شاء الله تبقى بعد ما تتم تخزينها هتبتدي تتبعت في فورم جي بي اي جي، أجين جي بي اي جي، بدقة 2000 بكسل على الأقل، بطولها أوسع بعد. هذا لا ينطبق على مراحل الزهرة لأن مفيش كاميرا، حتى الكاميرات بتاعت الكويكبية ما بتقدرش توصل لريزوليوشن اعلى من كده اللي هو 2000 بكسل، فيكفي قوي. الافلام اللي هتتبعت طول المقطع بتاعها في حدود 3 دقائق حد اقصى هي عبارة عن الفورم ام او في او ام بي جي او ام بي 4 او اي في اي، وام بي 4 اعتقد كل الموبايلات الحالية فيها هذه الخاصية. النقطة الثانية والمهمة جدا ان انا ما اتاخرش في تقديم الصورة، لان الميعاد بتاع نهاية المسابقة التقدم للمسابقة هو 30 يونيو 2023 طبعا بتوقيت اوروبا،
واي طلب هيجي بعد كده مش هيتبص فيه ولا هيدخل المسابقه ويبقى مجهود ضعف الفاضي. اول ما تبعت مشاركاتك بيطلبوا من حضرتك او حضرتك تملي ابلكيشن اللي هو الكرييتيف كومون سي سي بي واي 4، هتلاقوه حضراتكم في برضو اللينك اللي انا كاتبها في اخر السلايدز. حتى لو كان كل ده لو ان انا ما عملتش ده، حتى لو الصوره جيده مش هتخش المسابقه طالما ان الشخص نفسه ما اقرش ان هو الصوره دي متاخده مخصوص للمسابقه. يمكن لكل مره هتعمل فيها تدخل على الفورم او على اللينك تقدم فيها صوره واحده، ولكن من حق حضرتك او حضرتك ان انت تقدم 10 مرات، كل مره على نموذج مستقل. لو شفت حضراتكم اللينك اللي موجود في اول سطر هتخشوا على الموقع ده، موقع اللي هو التصوير الفلكي، وفي داخل التصوير الفلكي هتدوسوا عليها، هتلاقوا في اخر الصفحه تحت خالص في نهايه الصفحه خالص هتلاقوا في فورم زي اللي موجوده قدام حضراتكم في الناحيه الشمال. هتروح مالي كل او حضرتك هتملي وهو حضرتك هتملى برضو كل البيانات المطلوبه جواها. اذا حضرتك او حضرتك ما عرفتيش توصلي لطريقه تبعتي بيها على اللينك دي، ممكن ارسال بريد الكتروني للعنوان اللي موجود قدام حضراتكم، نمره 2، يبقى الاولاني للموقع عشان يطلع لنا ابلكيشن نكمل ابلكيشن ونحط فيه الصوره تحت از كملحق ليها. الجزء الثاني اللي هو لو انا ما عرفتش او ما عرفتش اي واحد بيقدم ما عرفش يقدم، يبعت جواب وهم هيحاولوا يعملوا وسيله ثانيه للتقديم بتاع حضرتك. واذا كان هذا الامر صعب جدا هيدوا لحضرتك بيرميشن او تصريح ان انت ممكن تبعتها عن البريد الالكتروني. لو هم ما بعتوش لحضرتك ان انت تبعتها بالبريد الالكتروني، يبقى في الحاله دي ليس لك الحق او ليس لك الحق في المشاركه. طيب بعد كل ده، يعني هو ده مجهود على الفاضي؟ لا الحقيقه هيبقى في جوائز وجوائز قيمه. الست جوائز الاولانيين كل واحده منها 100 يورو اللي متاخده بالموبايلات والتابلت. في بعد كده الصور الثابته والمقاطع في جوائز واحد واثنين وثلاثه، الجائزه الاولى، جائزه ثانيه، جائزه ثالثه. الجائزه الاولى 750 يورو، الجائزه الثانيه 500 يورو، والجائزه الثالثه 250 يورو للمركز الاول والثاني والتالي على الترتيب. طبعا في حاجه كمان هتبقى شيء جميل جدا، ان هو اي واحد هيتقدم فاسمه هيبقى موجود او ليه حق النشر بتاع الصوره، والمكتب بتاع الاتحاد الدولي الفلكي هيحطها في الفايلات بتاعته تحت اسم الناشر بتاعها، وهتبقى في الارشيف، ويبقى دي كأن بالظبط مشاركه علميه كبيره لكل واحد موجود. يعني حتى اللي مشارك وما خدش اي جايزه فهو خد حق ان هو يبقى عنده صوره متميزه. في النهاية بشكر حضراتكم وأتمنى لحضراتكم كلكم حظ سعيد، وأرجو الإسراع في المشاركة، لأن كل ما يكون أسرع كل ما تلاقي أن عندك حماس أكتر في التقدم. معاكم الدكتور عبد الفادي بشارة، أستاذ النسبية وعلم الكون بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ورئيس اللجنة الوطنية لعلوم الفلك والفضاء بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومدير بالإنابة لمركز تعليم الفلك في مصر. في حالة أي استفسار أو عدم وضوح أي حاجة في الفيديو فيلم الصغير دوت، ممكنكم حضراتكم تتصلوا بي على الواتساب 0155-103-1997. شكرا لحسن استماعكم، ومنتظرين أسئلتكم وتقديمكم في المسابقة. شكرا لحضراتكم.